بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم إخواني وأخواتي الأعزاء في فيديو جديد. والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم وهو الإسهال. معظم الناس يعانون من الإسهال مرة أو مرتين خلال السنة الواحدة، وهذه الظاهرة منتشرة جدا ولكنها لا تشكل خطرا على الحياة. في معظم الحالات يستمر الإسهال لمدة يومين أو ثلاثة، ويتم علاج الإسهال بشكل عام بواسطة أدوية تباع بدون وصفات طبية. حالات الإسهال المختلفة تنقسم إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى الإسهال التناطحي اللي هو الأوزموتيك دايرية، وده معناه إن هناك شيئا بيجذب السوائل من الجسم إلى الأمعاء. المجموعة الثانية الإسهال الإفرازي، وده بيحدث عندما يفرز الجسم سوائل إلى داخل الأمعاء دون أن تكون في حاجة إلى ذلك، وبيكون سببه عدوى أو أدوية أو أمراض مختلفة. المجموعة الثالثة الإسهال الدموي، ويحدث عند وجود دم أو قيح في البراز. في حالات دي بيكون ما في حالات مرض الكرونز أو التهاب القولون التقرحي. المجموعة الثالثة الإسهال الدموي، وده بيحدث عند وجود دم وقيح في البراز، بيكون موجود في حالات مرض الكرونز أو التهاب القولون التقرحي وفي حالات الدوسنتارية. الأعراض ممكن يحصل في حالة أعراض حادة، بيكون موجود فيه انتفاخ ومغص وقيء وغثيان وبراز مائي أو رخو، بيبقى فيه فقدان للوزن، وممكن نلاقي دم أو لعاب أو طعام لم يتم هضمه مع البراز. الأسباب إما أن يكون فيروس يصيب الأمعاء، وهو التهاب بيشفى تلقائيا بشكل عام بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، وتسمى التهاب المعدة والأمعاء، يعني نزلة معوية، أو تكون ناتجة عن عدوى زي التسمم الغذائي، أو تكون بسبب تناول أطعمة تثير حساسية الجهاز الهضمي. في بعض الأدوية بتسبب الإسهال، وفيه ممكن يحصل إسهال بعد عمل الإشعاعات. ممكن في أمراض معوية مثل مرض الكرونز والالتهاب القولون التقرحي. من ضمن الأسباب الفشل المعوي، حيث تكون الأمعاء غير قادرة على امتصاص أغذية معينة. موجود برضو في حالات زيادة نشاط الغدة الدرقية، وموجود في أنواع معينة من السرطانات وبعد العمليات الجراحية في الجهاز الهضمي، ومرض البولي السكري، ومرض متلازمة القولون العصبي. وفي بيبقى موجود في حالات عدم تحمل اللاكتوز والفركتوز والمحليات الصناعية. المضاعفات بيبقى البول بينزل لونه داكن، وبينزل كميات قليلة من البول عند التبول، وتسارع ضربات القلب، وبيبقى فيه صداع، وبيبقى فيه جفاف في الجلد، وشعور بالضيق وعدم الهدوء والبلبلة. الوقاية غسيل اليدين باستمرار قبل الأكل وبعده، وبنغسل الإيدين بالمية والصابون جيدا، وتعقيم اليدين بالكحول. علاج الإسهال، علاج بالأدوية زي الأنتينال والميترونيدازول والليموديوم وأدوية أخرى. بنعالج السبب، نشوف السبب إيه ونعالجه. وفيه نصائح لعلاج الإسهال بالنظام الغذائي، ده بيكون بننصح المريض يشرب مياه كتير، وممكن ياخد شاي مع العسل، وممكن ياخد شوربة دجاج. بنخليه يقسم الوجبات إلى وجبات صغيرة حوالي 4 إلى 6 وجبات في اليوم، وبتكون سهلة الهضم، والأطعمة بتكون سائلة مثل الشربات والحساء. ممكن ياخد الرز المطبوخ جيدا، أو ماء الرز أو نشا الرز،
ممكن ياخد جزر وبطاطس وبطاطا بيكونوا مطبوخين كويس، الموز الناضج برضو كويس في حالات الإسهال، وممكن ياخد لحوم خالية من الدهون، بياخد أسماك خالية من الدهون، والابتعاد عن الأطعمة الدهنية والسكرية والحلويات مثل الكحك والبسكوت، الابتعاد عن التوابل والمخللات، وبياخد كوب ماء ساخن بيتعصر عليه ليمون، وممكن يضاف إليه عسل أبيض. البرتقال كويس جدا برضو في حالات الإسهال، والجوافة تتاكل أو عصير جوافة، والتفاح مفيد جدا في حالات الإسهال، يقشر ويأكل 3 مرات ويؤكل 3 مرات. الرمان برضو بيتعمل عصير ويشرب، الجرجير والحبة السوداء، الشاي والقرفة والزنجبيل ممكن يتعمل في مية مغلية ويشرب، وخل التفاح زائد يعني معلقة خل التفاح في كوب ماء، ده بينفع جدا في حالات الإسهال. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.